الطير. يا هاجس يكتب لي ابيات والحال والعفتي للشعر والعفتي له عطلي من الابيات جزلات وسمان في محفل ابو فهد نبي نقول شيله. يا هاجسي يكتب لي ابيات والحال والعفتي للشعر والعفتي له عطني من الابيات جزلات وسمان في حفل ابو فهد نبن قول شيء يستاهل ضويح الحون وقيفان وابيات شعر كل ابو هاجسي المدح يسهله رابعه سكان كل الفعول الغانمة تنتميه. عبد العزيز نسل ذر بين الايمان ولد عبد الرحمن شيخ القبيلة هذا حبيب الكل هذا حيلان راعي العلوم الطيبة والجميلة. فرحة فهد شاركوها الخلان فهد يزهاها وهي تستويه. كل يجي له طيبه مورث من خوال وعمان ما فيهم اللي داس درب الرذيله ابن الرجال اللي لهم عز وشان اهل الكرم واهل الفعول الثقيله ديوانهم مفتوح في كل الاحيان يبشر بعزه كل شخص يجي لا قالوا ميمون يصف الجو ريان الميمون هو رمز الكرم والفضيلة. يا هاجسي يكتب لي ابيات والحان والعفتي للشعر والعفتي له عطني من الابيات جزلات وسمان في حفل ابو فهد نبن قول شيء يستاهل ضويح الحون وقيفان وابيات شعر كل ابو هاجسي المدح يسهله رابعه سكان كل الفعول الغانمة تنتميه. عبد العزيز نسل ذر بين الايمان ولد عبد الرحمن شيخ القبيله هذا حبيب الكل هذا حيلان راعي العلوم الطيبه والجميله. فرحة فهد شاركوها الخلان فهد يزهاها وهي تستويه. في يوم عرسه ترى الكل فرحان كل تعنى له وكل يجي له طيبه مورث من خوال وعمان ما فيهم اللي داس درب الرذيله ابن الرجال اللي لهم عز وشان اهل الكرم واهل الفعول الثقيله ديوانهم مفتوح في كل الاحيان يبشر بعزه كل شخص يجي لا قالوا ميمون يصف الجو ريان الميمون هو رمز الكرم والفضيلة. الميمون هو رمز الكرم والفضيلة. او من خارج المملكة 00966533438021.